قبل البداية لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد، ولا تبخل علينا بالضغط على زر الإعجاب من أجل نشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي قناة فري فايت عربية. بعدما طرحت سؤالا يتعلق بالبطل المغربي بدر هاري وآخر استعداداته قبل موعد نزاله القادم ضد البولندي أركاديوس جوسيك على صحفي مغربي مقيم بهولندا، كان الجواب كالتالي: كما تعلم بدر هاري يتدرب بعيدا عن أعين الكاميرات، لأن هناك العديد من الملاحقين الذين يحاولون إرباكه ونقل الأخبار لخصومه وللصحافة التي تحاول الضغط عليه. لهذا السبب فهو بعيد عن الأعين ويريد أن يتدرب بعيدا عن الصحافة من أجل التركيز بشكل أفضل ومن أجل استعادة قوته الذهنية والتركيز على أهدافه. وأضاف الصحافي: لهذا بدر هاري جدد عقده مع منظمة غلوري، فهو يعرف الطريق الذي سيسلكه من أجل انتصارات قادمة لكي يستعيد هبته وإسعاد كل المغاربة وكل جماهيره في جميع أنحاء العالم. كما جاء على لسان هذا الصحفي، هناك العديد من المتربصين الذين يحاولون أن يضغطوا على البطل المغربي بدر هاري، لكن غيابي عن أعين الكاميرات في هذه الفترة الأخيرة أكيد أنها ستربك حسابات كل من كان يلاحق بدر هاري من أجل الضغط عليه.